اللي انت شايف الفتره الاخيره في النادي الاهلي مع الاصابات مع الاستعانه بايمن اشرف كباك ليفت او كمساك، شايف محمود وحيد ان شاء الله جاهز من بدايه اول يناير لما يتأيد لاول مباراه لو تم الاستعانه بيه؟ ان شاء الله جاهز ان شاء الله، ما فيش رهبه، الدنيا لا مفيش تمام، ما فيش اي حاجه ان شاء الله، الدنيا كلها تبقى سهله يعني. انت عارف يا محمود لما احنا كتبنا ان انت موجود معانا الجمهور بيدعمك، الجمهور واقف في ظهرك، الجمهور النادي الاهلي دايما بيحب اللعيب المخلص، بيحب اللعيب اللي عنده الروح القتاليه اللي بتبقى موجوده لما بيلبس التيشيرت الاحمر. هي اكيد دي نقطه طبعا مفرحاني جدا، وان شاء الله ابقى عند ثقتهم فيا وان شاء الله يعني اقدم بقيه الموسم كويس يعني.